كل حاجة كله بيجيب لي لا توجد عناصر. فهي بقى دي المشكلة اللي احنا المفروض هنحلها دلوقتي. فتعالوا بقى اقولكوا هنعمل ايه. كله بينزل معاه الكتب عادي، حتى صحابي عملوا نفس طريقة والكتب نازلة معاهم، فأنا مش عارفة، حاسة أنا الوحيدة اللي على الكوكب بيقولي لا توجد عناصر. طريقة أكيد في ناس كتير تعرفها يعني، بس أنا مكنتش أعرفها فعرفتها، فقلت أقولها يعني للي ما يعرفهاش. قبل ما نشوف الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، عشان أنا يعني سايبة مذاكرتي عشان أعملكم الفيديو ده، ويلا بينا نشوف الفيديو. بصوا هنا هتدوسوا على شير ويز كي اي او اس دي، هتدوسوا اوبن، وبعدين هتقوموا عاملين البرميشن ده وتدوسوا ايه، ما يطلع لكم الشاشة دي. وبعدين هنعمل ايه بقى؟ هنيجي هنا على التابلت، هنروح عند الواي فاي. بصوا هنا هتلاقوا اندرويد شير 8138، هتلاقوا نفس اليوزر ده هنا، فهتدوسوا عليه وتكتبوا نفس الباسورد اللي هو مطلعه لكم هنا ده. فانا هكتبه، هو بيقول لي انترنت may not be available، فهو عادي ان هو ميبقاش فيه انترنت اصلا، عادي جدا. بعد كده بقى هنقفل ونروح على البراوزر كروم. طبعا الشاشة اللي بتحرق الدم دي احنا مش عايزينها. هنكتب بقى ايه هنا؟ هنكتب الكلام المعقد ده، ال http/ مش عارفة ايه ده كله كده، هنكتبه هنا. هتطلع لي ايه؟ هتلاقوا هنا كده الشاشة، اقدر اسند فايلز من هنا. قبل ما هسند الفايلز انا هبقى اوريدي محمله الكتب على التليفون بتاعتي من جوجل عادي. هدوس هكتب تنزيل كتب كيمياء للصف الثاني الثانوي او ايا كان انتوا في ايه، وهتدوسوا سند فايلز. ممكن بقى تبعتوا فيديوز، ممكن تبعتوا الصور، ممكن تبعتوا اي حاجه. فهدوس فايلز وهدوس PDF، وهلاقي بقى الكيمستري اللي انا محمله. ممكن تبعتوا اي حاجه تانية من البي دي افز اللي انتوا ايه، بس بصوا هتلاقوا الكيمستري ايه بقى هنا. هنقوم عاملين ايه؟ داونلود داونلود، بس كده انا بعمله داونلود. طب انا ممكن ابعت مثلا اي حاجة تانية، او ممكن تبعتوا اي حاجة انتوا عايزينها. هنعمل كده، هنلاقي انا اوريدي كنت محملاه قبل ده يعني، بس حملته تاني عشان اوريكم. فديني اهو بحمل الكتاب. دي بقى بيكون ايه، نزل كله، وتقدروا بقى تفتحوه في الامتحان عادي عشان هو بيبقى امتحان اوبن بوك اصلا.